مساكم الله بالخير وحياكم الله. بسوي معكم اليوم حلى الرطب. احتاج البسكوت، بسكوت شاهي بطحن وناعم. لازم اطحنه ناعم مرة. اي بسكوت، مو بلازم يصير البسكوت هذا بس سادة. طحنت البسكوت وكذا تمام. أضيف عليه ملعقتين كبار من الفول السوداني وملعقتين برضو من حليب النستلة، وأشوف قدر العجينة تحتاج أكثر أو لا. هنا بنزل ملعقتين كبار فول سوداني، وبنزل عليهم تقريبا ملعقتين حليب نستلة، واذا احتاجت زيادة بزيد. بزيد شوي ملعقة حليب نستلة، وعلشان ألم العجينة لازم أحط عليه قطرات من الحليب بسيطة، يعني من حليب اللي هو كريمة الخفق أو حليب سائل. وارجع لكم. هنا بعد ما عجنتها أبقسمها نصين، نصه بسادة ونصه بضيف له ملعقتين كاكاو وملعقتين تمر عبيط وشوي من كريمة الخفق أو الحليب، وعجن علشان أوصل للون البني. هذا اللونين اللي حبيت أوصل لهم، أبشكلهن وأوريكم التشكيل شلون. شكلت اللون البني زي كذا، وشكل البيج زي كذا. طبعا ما اعرف اشتغل بيد واحدة، بس بوضح لكم واحاول يعني اخلي تنسجم مع بعض هي والثانية، اللون مع اللون. وفي الأخير أحط القمع. طبعا القمع ده عندي غسلتهم جففتهم وحطها عالية، بس أحاول أزينه زيادة وأصور لكم. أتمنى أن تكون واضحة الفكرة والطريقة. أبى أكمل الكمية كلها وبعدين أرجع لكم. أهلين، مثل ما تشوفون خلصنا تشكيلة حلى الرطب، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا كانوا فعلا من الصف، كانوا تمر من الصف، ولذيذ ويواجه صراحة. بس عندي بعض الملاحظات. أنا عن نفسي لو برجع أسويه مرة ثانية، بدل ما أحط كاسين بسكوت مطحون أحط كاس بسكوت مطحون وكاس حليب محموس يعني محمص، وبدون ما يعني انا عن نفسي احب الفول السوداني، بس في ناس ما يرغبون ويقدرون يستبدلون الفول السوداني اللي هي ملعقتين اللي هو صوص البندق، هذا يبي يخلي مذاقه ألذ واطعم.
وبصراحة حلا فخم ويواجه. أتمنى أن تجربونه.